السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة وصفة أفكار. ما شاء الله نقدم لكم طريقة تحضير كريب لابيض. يتكون من الحليب، أنا درت هنا جوج كيسان ديال الحليب، كاس ونص ديال العنبة ديال الدقيق فورس، واحد شوية قبصة الملح، قبصة، شوية زبدة تقريبا معلقة كبيرة ديال الزبدة، واحد فاني، معلقة كبيرة ديال السنيدة. انا غناخذ الحليب غادي نديرو في كاسرونه وغندوب معاه داك، ندير الزبده فوق منه غادي ندوبو. ناخذ الزبده ندوبها، نسخن الحليب واحد شويه، غير يدفى شويه. من بعد ما ذوبنا الزبده مع الحليب نخليوه حتى كيبرد مزيان ليكون سخون، وغناخذو الدقيق مع قبصة الملحة كبيسة، جانيش تقيل ما جانيش خفيف بزاف. ولكن انتو كتبقى دابا خليتوه يرتاح وشتو تقيل، تقدروا تزيدوا فيه واحد شويه الماء، معلقه كبيره ولا جوج معالق ديال الماء او الحليب. غنصفيه لان كيكونوا فيه حبيبات ديال الدقيق. كما كتشوفوا جاني هو هذاك الزب مغرفق، تشوفي واش ثقيل ولا خفيف. نقد نزيد واحد شويه الماء اولا الحليب، انا غنزيد شويه تقريبا معلقه صغيره ديال معلقه كبيره الماء، تخلطي وغادي نخليه يرتاح. ما حتى كتخليه كيرتاح كيجي كريب مزيان، تقدري تخليه نص ساعه ساعه، انا كنخليه تقريبا نص نهار كاع في الثلاجه، ما غاديش يخسر ليك، كتخليه كيجي كريب رائع. غادي نغطي دابا. ملي خليت الخليط ديالي حتى ارتاح كما كتشوفوا راه تشرب شويه، مابقاش سائل بزاف، غادي نزيد ليه شويه الماء تقريبا معلقه كبيره، خصوش يكون ثقيل. كناخد واحد المقله خاصه بالكريب وديروها في البوطه حتى تسخن، مغاديش ندهن انايا بالزبده ولا الزيت، خليها كيف ما هي. ملي طيبنا الكريب ديالنا كيجي على هذا الشكل كما كتشوفوا، كدهنوه بالشوكولاط اولا كيف ما بغيتوا، كل واحد اش كيبغي كيفاش كيقدموا، كيجي على هذا الشكل هذا. داك الكميه اللي عندي خرجت لي تقريبا سبعة ديال الحبات، يعني راه كيجي رائع واخا ماشي ما فيش البيض. نتمنى ان هاد الوصفه تنال اعجابكم، الى عجبكم الفيديو ديروا لايك وشاركوا القناه ديالي. مع السلامه مع وصفه جديده.